الغنائي كله سجله جميل بشير بالستينات على فكرة، خمسينات ستينات أول السبعينات. لو كان هذا المكان يجب أن يكون متحفا فنيا. كما سجلت الشركتان الكثير من الأغاني الكردية إضافة إلى أول الأغاني الأشورية. قامت بتسجيل أغاني لأول مرة للأرمن، للأكراد، للآثوريين. ارتبط جميل بشير بعلاقة متوترة مع أخيه منير بشير شابه الكثير من المشاكل. أسباب الخلاف بين منير وجميل بشير عديدة طبعاً، هي كومبينيشن. أولها طبعاً نجاح جميل، طبعاً دائماً النجاح يولد غيرة، هاي الغيرة. ثانياً كان خلاف مادي. لما منير كان يعيش في أوروبا، وطبعا ما كان يجي للعراق، كان هو عايش في أوروبا، والدي طبعا جابه إلى بيروت، ونحن طبعا عملنا وكيلنا، وكيل بشير فون في بيروت. ولكن مع الأسف لحتى تأسس شركة في لبنان يجب أن يكون عندك مبلغ من المبلغ كبير يعني في حسابات كل بنك، فحولنا لها المبالغ هذه. وطبعا لما أخذ الإجازة وبلش ممارسة العمل لم يعيد هالمبالغ، يعني يرجعها إلى جميل بشير، مما أدى إلى تعميم كتب إلى جميع إذاعات العالم بقطع علاقة معه. هذا أعز شيء إلي، هي العود الخاص به. طبعا جميل كان عنده ثلاث أعواد، اثنين هذا الأول ومثله واحد ثاني من صناعة الأسطى علي، وكان في عود ثالث هو من صنع الأسطى فات العواد. قصة العودين، كان في عود منهم أهدى شريف محدين حيدر أستاذه، أهدى لجميل بشير، وهذا العود اللي أهدى شريف محدين حيدر للوالد سرق من بيتنا. كان في ليلة نحن سهرانين وكان عندنا أصدقاء والدي، وفجأة العود اختفى، العود عود جميل بشير يلي هدايا شريف محدين حيدر. وراحت أيام وأجت أيام، تقريبا 35 سنة صار، وإذ سمعنا العود موجود عند منير بشير. تزوج جميل بشير في حياته مرتين، الأولى من التركية بيتي، والتي أنجبت له جنيد وأرشد. وفي عام 1960، وبعد انفصاله عن زوجته الأولى، تزوج من اللبنانية جنات، والتي عاش معها بقية حياته، وهي التي أنجبت له جمانة وفكري. في عام 1959 زار جميل لبنان للمرة الأولى، فأحبه كثيراً، حتى أنه اشترى بيتاً في منطقة حمانة بجبل لبنان، إذ أحب أن يقضي الكثير من الوقت في تلك المنطقة الخلابة بطبيعتها. ألهم لبنان جميل الإبداع على نحو أكبر، فألف الكثير من موسيقى هناك، كما عمل علاقات وطيدة بالكثير من الشخصيات الموسيقية كوديع الصافي ومدحت أبي عاصم. عانى جميل منذ طفولته من مرض القلب،
ليصاحبه هذا العناء طوال حياته، إلى أن تدهورت صحته في السبعينيات واضطر للذهاب إلى لندن لإجراء عملية جراحية. نجحت العملية، لكن بشير عانى بعد أيام من فشل كلوي أودى بحياته في 24 من أيلول عام 1977، ليدفن في حمانة في لبنان بناء على وصيته. لما توفى والدي أنا طبعاً اتصلت بجميع أصدقائي في العالم، وعند وصولنا إلى لندن والدي أيضاً زار السفير العراقي في السفارة العراقية وأخبر بأنه يخضع إلى عملية جراحية. وعند الوفاة أنا اتصلت بالجميع، وبما أنه السفير يعرف رقمنا فخابرني بلندن وعزاني بوفاة والدي وطلب مني أنه أروح للسفارة. فأنا لما رحت للسفارة وأخبرت السفير بأنه سيدفن في لبنان في حمانة بناء على رغبته ووصيته، طبعا امتنع السفير العراقي عن تصديق شهادة الوفاة. راح نعزف بتنجون على الكمان. بجانب موهبته الموسيقية الفتة، امتلك جميل صفات إنسانية مميزة. كان إنساناً حساساً ومتواضعاً. التقاني في بيت في شارع السعدون يعود لأحد الأصدقاء المشتركين بينه وبيني. جلست معه وكأني جلست مع هرم كبير أو جبل كبير من جبال العراق رحمه الله. كان دافئاً، الابتسامة دائماً ما تفارق وجهه، مضياف أبسط من البسيط رغم عظمته، واللي أنا كنت أحلم حلم أن أشوف جميل بشير. احتضني بشكل وكان يعني ما يناديني إلا بكلمة بابا وأقولها للتاريخ. تدري يعني أنا ذاك العمر وذيش البداية حتى من الجانب الاقتصادي مو ذاك الاقتدار، فهو أول من اقتنى لي آلة قانون إلي. متواضع جداً، بيته مفتوح، كان على طول يعني أي وقت بتفوت لعنده مضياف، وأصلاً ما بتعرف إنه مريض. يعني كنا نسهر سهرات حلوة كتير وقضينا أيام من أجمل الأيام يعني إحنا وياه. وحتى لما رحنا على أساس نحنا نخطب ونتزوج بعد ما يسوي العملية، رفض، قال أنا ما بروح على لندن بعمل عملية إلا ما أشوفكم متزوجين. موسيقى جميل بشير رائعة جداً، وأنا بحس إنه أحساسه مش مثل أي واحد تاني، وكان عنده الروحية والحمد لله أعطانا كلنا الإيد الموسيقية، وأنا بحس إنه جميل بشير عايش بموسيقته. جميل بشير is my grandfather and unfortunately I did not get to meet my grandfather. جميل بشير هو جدي، ومن المؤسف أني لم ألتقي به، لكن عبر حديث والدي عنه ومن خلال قراءتي وسماعي لموسيقاه عبر اليوتيوب جعلني أشعر أني التقيته فعلا. أنا فخور بحمل اسمه كلقب لي. And he, I'm very proud of holding his last name and holding his name. رحل جميل بشير، لكن ما أبدعته تلك الأنامل المدهشة، ظل يحلق متألقا في سماء الموسيقى ليثير في أرواح محبيها ذلك الشجن العاشق الذي يجدد التمسك بكل ما هو جميل
ومتميز، وإذ يتموج النغم ويتغلغل في النفوس تظل أصداء موسيقى جميل بشير حية في أعماق الروح تردد نغمة أوتارها.